السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم قناة الوطنية، برنامج الدوار، من دوار لدوار ومن دار لدار، ننقلوا انشغالات المواطنين وننقلوا رسائل المواطنين. رحنا دروكا في ولاية تلمسان، بالضبط في سيدي عيسى، ننقلوا رسالة خونا نبيل. نبيل راه داخل في الدار، احنا داخلين عنده. حني قطعني مصاريني، راه مخرجهم لي على برا، وقال لي بعد، قال لي 6 شهور ونعاودو نبلعو. ما فات 6 شهور ما بلعنيش، قعدت عامين. من بعد قال لي ما قديناش كي نحلك وما كاش الماتيه باش نعاودو نبلعوك. ايا نطلب من السلطات ومن الرئيس تبوني يشوف حالتي، ومن الشعب يعاوني. لا اله الا الله محمد رسول الله، ما قدينا، تخلاو عليا. ما فهمتش انا بروحي، ما فهمتش انا. دخلت السبيطار على اساس باش نداوي، تلقيت روحي كيما هكا، لا حنين لا رحيم. الشعب الحق تاع ربي راه واقف معايا بشي اللي كاين. بصح من بعد خويا وانا كنت هكا وخدام، نخدم كراسه تاع الوطا والحمد لله. دوك ماني نقد النود لا والو، مصاريني كاع راهم مدفقين، وباش النود اللي غندير حزامه. ولا لا الله محمد رسول الله، نطلب من السلطات يشوفوا الحالتي، يشوفوا كاش طبيب يبلعني، باسكو انا ندريت. والله الا ندريت دروك راني كي النود ما تقدرني لا كريز، خاطش العمليه ما كملها ليش كاع، مازال راه باقي فيا المرض. وتخلى عليا، ما داير لي لا كونترول لا والو، شغل كابويا وكلها حمار كيما هكا دار لي. انا في بلادي وتظلمت، والله ما فهمت، والله ما فهمت. قطعني وقاسني وقال لي روح تشكي لا باغي تشكي.